بكم مشاهدينا الكرام في ليالينا. مرحبتين بك مسيراي. عايشك رويدة، عايشك مسيراي. وصلت معك لآخر فقرة واللي هي السوشيال ميديا مع مسيراي. محمد، شنو علاقتك بالسوشيال ميديا؟ علاقة بسيطة جدا. مانيش صحاب برشا مع السوشيال ميديا. ليش؟ ما نعرفش، نعدي برشا وقت في استديو، معنا نخير كوني نبقى نعمل، وهي ولو أنا لازمة، ما أنا نحكيش معنا لازم ولا صحيح. مش لازم، هي لازمة ومهمة برشا، لكن نحاول ساعات نطل على فيسبوك ولا انستغرام. أنا فيسبوك أكثر، أما انستغرام بديت نفهم فيه شوي. شنو الفرق في استعمال السوشيال ميديا بين الأمريكان والعرب؟ الأمريكان إذا كانوا السوشيال ميديا بزنس، معناها للشغل، فما فريق عمل يهتم بالشيء هذاك، معناها مش حتى الكلام باش يقولوا، حتى كلمة صباح الخير تخرج معناها مدروسة. لكن في الوطن العربي معناها تطورت برشا ودخلت الخصوصيات متاع الإنسان. أنا نحس اللي ما فماش، يعني العرب تقول يستخدموا في السوشيال ميديا بطريقة شوية مبالغ فيها، مبالغ فيها، خاطئة. اللي باش تاكل بيتزا في ريستوران، استنى مبالغ فيها شوي، يظهر لي أنت تعمل هكا. البيتزا تنزل على الانستغرام قبل ما تنزل في البطن، قبل ما تنزل في الكاهي. طيب، لا ما نديرش شكي، لا ما تخافش. أوكي. تشوفي صح او الغلط ان لازم الفنان مره لو لقي روحه شويه بعد على الترند يفتح المشاكل او يفتح المواقف او يفتح حتى شجار بينه وبين شخص ثاني باش يركب الترند؟ شوفها صح ولا غلط؟ مواقف شو ممكن. شو رايك في الفنانين بصفه عامه او الفيموس بصفه عامه اللي يديروا في مواضيع زي هذه في البوز؟ ايه، إذا كان مواقف معناها بالرسمي مواقف جريئة وتنفع المجتمع اللي يعيشوا فيه، معناها مش فنيا. مثل فما حادثة صارت في الشارع التونسي مثلا، يخرج الفنان باش يعطي رأيه، أنا نشجع، خاطر هذيك تابع حرية التعبير وتابع، معناها تنجم تفيد أنت. أما إذا كان باش يخرج باش يحكي على حلاقة متاع درشكون وش بيه هذيك، بس ما انا من ما تعجبنيش. فما ناس تمشي معاهم، فما ناس انترتينرز معناها هو ما يمدح كم يعني اما فنان انا ما تعجبنيش. لان بجد مؤخرا شفنا بعض المشاهير على السوشيال ميديا بين قوسين يفتعلوا في مشاكل بين بعضهم بحيث انه هو يركب الترند ولا يجيب ينزل فيديو مجرد انه حابب يجيب فيوز عاليه وخلاص. اي انا نعتبره صانع محتوى مش فنان. مش صانع محتوى. لا انا نعتبره شوف فيهم انا شويه يعني ناس تبي ترندنج وخلاص. اي ترندنج انترتيننج اي دون نو. ما شوف فيها بزنس هذه الحاجه، اني يكون ترند اسبوع. TMZ في امريكا اول ما بدات هذا قبل الانستغرام وقبل التويتر وقبل السناب شات، فما حاجه اسمها TMZ اللي هي خلقت معناها بوز بالانجلي باز، فهمت؟ اول ما تعملت هذيك وقلقت برشا ناس، وبرشا ناس مشات ضحاياها، كي تبدا المجتمع متقبل برشا للحكايه هذيك والمشاهير هذوم، فما ناس انتحرت، فما ناس قتلت تروح على خاطر الضغط نتاع، معنا ما نستهينوش بها، توا باش تجي نهار وباش تتطور وباش توصل للحالات هذيا. كلمه للناس اللي تفتح في المشاكل على السوشيال ميديا باش تركب الترند، شنو تقول لهم؟ والله فما برشا حاجات تنجم تركب على حصان، تنجم تركب على مغتر، تركبش على حدث، ما تنجم تمارس هوايه نتاع تحب اعمل حاجة تنفع. والله صح عليك، بالله تحية لك يا شباب. ما اي معناها ما تنجم راه تكون قد ما تكون انت صادق مع روحك، وراه الصدق ينجم يكون في حاجات خايبة، مش معناها المهم صادق والناس تقرا الصدق هذاك، قد ما توصل للعباد وما تتنحاش من غاديك من قلوبهم، قد ما تركب على الاحداث وكل ركب، قد ما الناس باش تشوفك، قد ما الناس باش تسبك وباش تفتكرك. لان لو في مشكله بيني وبينك نقدر نبعثها لك على حسابك الخاص، يعني على الدايركت، نقول لك من فضلك اسحب كلامك او شيء. النميمه حرام، انا معناها نحكي حتى اسلاميا حرام، معناها احنا مجتمع اسلامي صح ولا صح. نميمه
يعطيك الصحة. مؤخرا العصفورة قالت لي انك كاتب اغنية للشاب بشير، صح ولا غلط؟ في طور عصفورتك تطير برشا، طارت لتونس. قاعدين نكتبوا في حاجة ان شاء الله. ان شاء الله امتى راح نسمعوها ونشوفوها؟ والله ما نعرفش، هو عنده برشا حاجات ويعم فيهم، انا عندي برشا حاجات نعم فيهم، ان شاء الله وقت الوقت المناسب. تحية طبعا للصديق العزيز حتى انا نحب هلبة الشاب بشير، تحية لي وان شاء الله ربي يحفظه يا رب. أنا هيك وصلت معك لختام الحلقة، شكرا لروحك الحلوة، شكرا لأنك أنت جاوبتني وما تكدرتش حتى من أسئلتي، والتحية برضو للمدام درة إن شاء الله ربي يفضلها لك. كلمة أخيرة لجمهورك في ليبيا. جمهوري في ليبيا، أنا نعتبر معناها ليبيا وتونس بلد واحد، صح. معناها بصح، والجزائر والمغرب ومصر وموريتانيا، لكن نحب نوجه لهم تحية كبيرة، وإن شاء الله إن شاء الله معناها يواتي ونجي ليبيا ونعمل حفلات غديك بقدرة ربي يا رب. وإن شاء الله نعملوا جو هلبة مع بعضنا، جو مليح هلبة، مليح هلبة برشا برشا. هكا جبنا تزيري مغرب بزاف 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 بزاف. وطبعا معناها الجمهور الليبي، معناها شفت حفلة كافون الأخرى شجعت برشا، ونتصور معناها الأيام القادمة والأشهر القادمة باش يكون فما برشا انسجام موسيقي ما بين تونس وليبيا ولما لا يتمد في الجزائر والمغرب إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. شكرا لك أمسي راي. أنا هيك وصلت معكم لا ختام حلقتنا، استنوني الخميس الجاي في ليلة جديدة وسهرة جديدة وضيف جديد ونجم جديد وحكاية جديدة. من هنا لحد ما نشوفكم الأسبوع الجاي دمتم في رعاية الله، بس نخلي ختامها مسك مع أمسي راي. تصبحوا على الف خير. Amana mana 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 علينا يا لميمة رانا مظامين، هنستناو في العفو يجينا من 76. ارضى علينا يا لميمة رانا مظامين، نستناو في العفو يجينا من 76. نستناو في العفو يجينا من 76.
ومن كانت لأمي محية هدعتني دينار، ومن اللي جات مرية بابا تكويني بالنار، ومن كانت لأمي محية هدعتني دينار، من اللي جات مرية بابا هتكويني بالنار. ارضى علينا يا لميمة رانا مو ضامين، أنا استنى وفي العفو جينا من 76. ارضى علينا يا لميمة رانا مو ضامين، استنى وفي العفو جينا من 76. أنا استنى وفي العفو جينا من 76. تعطيني دينار، ومن اللي جات مرية بابا تكويني بالنار، ومن كانت لأمي محاية تعطيني دينار، من اللي جات مرية بابا تكويني بالنار. يرضى علينا يا لميمة رانا مو ضامين، أنا استنى وفي العفو جينا من 76. ارضى علينا يا لميمة رانا مو ضامين، أنا استنى وفي العفو جينا من 76. ارضى علينا يا لميمة رانا مو ضامين، استنى وفي العفو جينا من 76. أنا استنى وفي العفو جينا من 76. أنا استنى وفي العفو جينا من 76. أنا استنى وفي العفو جينا ومن 76.